في كثير من الأهل يكون لا زال في مرحلة الإنكار الدينايل. إحنا عادة لما تواجهنا تحدي في الحياة بنمر في مراحل. المرحلة الأولى إنكار، لا الشيء هذا مش حقيقي، أنا طفلي ما عنده اضطراب، ولو عنده اضطراب فهو ما يحتاج إنه هو يأخذ علاج. هذه المرحلة مرحلة الإنكار، وكثير يتم عالق في الأهل، يتم معالقين في للأسف في المرحلة هذه، مرحلة الدينايل، إنه ما هو ما عنده اضطراب، ولو عندي اضطراب أنا ما يحتاج إنه هو يأخذ علاج. الحل إني أنا أتقبل إنه هو اضطراب، وإنه في كثير أطفال حول العالم لديهم الاضطراب هذا. إحنا عندنا في المملكة from 3 to 9 يعني من 3 إلى 9% من الأطفال عندهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. طفلي ليس هو الطفل الوحيد. إذا هو ما أخذ العلاج قد يؤثر عليه؟ نعم قد يؤثر عليه، لأنه عدم تنظيم الناقلات العصبية المسؤولة عن الانتباه واليقظة والتركيز قد تؤثر إنه الحالة تتدهور، الطفل يلجأ إلى سلوكيات معينة، العدوانية الاندفاعية هذه كلها حتزيد. الأمريكان بيدياتريك أكاديمي تقول لك إنه بيصير في تدهور حتى في القدرات العقلية، وتحصل تغيرات مورفولوجية أكثر في داخل الدماغ إذا الطفل ما أخذ العلاج. نعم باختصار نعم يؤثر عليه، ويؤثر عليه سلبا من ناحية تطور الدماغ، من ناحية تدهور الحالة، من ناحية لجوءه إلى سلوكيات أخرى. إذا كان مراهق وهذا فغالبيتهم قد يلجأوا إلى الإدمان مثل ما تكلمنا في بداية الحلقة، حتى أنه هو يعالج الأعراض اللي هو بيشوفها عنده، هو ما هو قادر يركز، شايف نفسه مندفع، ما يقدر ينضبط، وهو قد يلجأ إلى منبهات، إلى مخدرات، قد يلجأ أحيانا إلى سلوكيات متهورة اندفاعية. نعم.